قررت تونس رفع جميع الحواجز الأمنية بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة بعد أكثر من 10 سنوات على وضعها قبالة وزارة الداخلية. وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء أن رفع الحواجز جاء بتوجيه من الرئيس قيس سعيد خلال زيارته إلى مبنى الداخلية. وأكد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي عودة حركة المرور بشارع الحبيب بورقيبة، مشددا على أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب التونسيين والتجار وأصحاب المقاهي. من تونس تنضم إلينا الصحفية نسرين حمداوي. أهلا بك معنا نسرين. هل انتفت الحاجة الأمنية لبقاء هذه الحواجز أولا؟ الأمر الآخر، ماذا عن إمكانية التظاهرات مرة أخرى في هذا الشارع بعد هذا القرار الأخير؟ تفضلي. نعم، في الحقيقة نحن الآن على مستوى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، وهو القلب النابض للعاصمة التونسية، حيث يتجول عشرات التونسيين باعتبار أن اليوم هو يوم عطلة رسمية بمناسبة الذكرى 68 للاستقلال الوطني، وبالتالي رئيس الجمهورية اتخذ هذا القرار بمناسبة هذا العيد على ما يبدو. نعم. نسرين، إذا في مجال لو سمحتي، بما أنك تقفي في شارع الحبيب بورقيبة، نعم، أن تتجول الكاميرا نشاهد الشارع والحركة فيه بعد إزالة، نعم، الحواجز. نعم نعم، تشاهدين خلفي حركة المواطنين في شارع الحبيب بورقيبة بعد أن تمت إزالة كل الحواجز تقريبا التي كانت تحاذي مقر وزارة الداخلية الذي يقبع وسط هذا الشارع الرئيسي. في الحقيقة تحدثنا إلى مجموعة من التجار وأصحاب المقاهي، استبشروا بهذا القرار باعتبار أنهم كانوا طالبوا في أكثر من مناسبة بأن ترفع هذه الحواجز، باعتبار أن المواطنين أصبحوا غير قادرين على الولوج أو الدخول إلى هذه المقاهي. أيضا السياح الذين كانوا يتداولون في كثير من المرات ويتوافدون على هذه المقاهي أصبحوا قادرين على دخولها، وبالتالي تضررت الحركة التجارية خلال السنوات الماضية. فيما يتعلق بالتحركات الاحتجاجية، إنها كانت داخل في وسط هذا الشارع لكن بعيدا عن الحواجز الأمنية، يعني بعيد عن مقر وزارة الداخلية، وبالتالي يبدو أنها رفع الحواجز لن يغير أي شيء في هذه التحركات. أيضا هناك بعض الفعاليات السياسية التي تدعو اليوم للوقوف بهذا الشارع الرئيسي في العاصمة تونس بمناسبة كما قلت الذكرى 68 للاستقلال، وبالتالي في علاقة أيضا بما بالسؤال الذي كنت طرحته في علاقة بالتغيرات الأمنية، نلاحظ أن هنالك استقرار أمني في الحقيقة خلال الفترات الأخيرة في تونس إجمالا، ليس في العاصمة فقط. هنالك نجاحات أمنية تنسب إلى وزارة الداخلية، تم القضاء على مجموعة من الإرهابيين خلال الفترات السابقة. الوزارة أيضا كانت قدمت إحصائيات وأرقام تتعلق بعدد الإرهابيين الذين ما زالوا متحصنين بالجبال في المرتفعات الغربية خاصة بالبلاد، يقولون أن عددها أصبح قليل جدا وأصبحت لا تمثل خطرا على التونسيين وعلى الأمن التونسي إجمالا. هنالك أيضا وزير الداخلية في عند طرح هذا السؤال قال أنه كان مطلبا من عموم التونسيين ولا يتعلق فقط بالجانب الأمني أو بالاستقرار الأمني. كنا تحدثنا أيضا إلى مجموعة من المواطنين استبشروا بهذا القرار، يقولون أنهم أصبحوا الآن أحرارا، يمكنهم التجول بحرية داخل هذا الشارع الرئيسي لما يملكه من رمزية تاريخية وأيضا لكونه في قلب العاصمة تونس. نعم.